طيب خلينا بقى نروح لبقية الصفقات، بيرسيتاو ولويس ميكسيوني وحسام حسن ومصطفى فؤاد، أربع صفقات من العيار الثقيل. الحقيقة كل جمهور النادي الأهلي متوسم في هذه الصفقات الخير خلال الفترة القادمة. عايز أعرف منك برضو الأربع صفقات دول، يعني أصعب صفقة بالنسبة لك كانت إيه؟ لا كلهم صعبين، بس طبعا اصعب صفقه كانت تاو من برايتون. من برايتون طبعا صفقه صعبه جدا جدا، برايتون كان الموضوع كان صعب، يعني تاو نفسه الموضوع كان معاه، كان رايح جاي شويه في الاول، وان ازاي يكون ليه دور ان هو، او ازاي يفكر ان هو يرجع مصر، ودي كان موسيماني صراحه كان مساعدني فيها بشكل محترم. ودي مثل برضه مثل النادي، ان انت النهارده مثلا كابتن خطيب عارف كل واحد عارف دوره في النادي، فاهم قصدي؟ يعني مدير الفني له دور، كابتن سيد مدير الكوره له دور، مدير التعاقدات له دور، بس في وقت معين الكابتن مثلا لو شايف ان ممكن المدير الفني يساعدني في حته معينه فبيتفضل فيها، فاهم قصدي؟ نعم ايوه ده حصل مع تاو. بس طبعا الكلام مع برايتون هو اللي كان صعب جدا، الكلام مع برايتون خد وقت كبير، خد خد اكتر من شهر ونص. يعني هما كانوا متمسكين بيه ومش عايزينه يمشي. الفيديو كان فيه ارقام كانت كبيره قوي في الاول، وكانت صعبه، وفي الاخر الولد اتكلم معاهم واحنا اتكلمنا معاهم وقعدنا فتره كبيره يعني، لغايه ما في الاخر وصلنا لارقام وطريقه دفع مناسبه يعني.